مهرجان معدل وفطن داخل القلوب مهرجان الروح ما تعن وما سيوب مهرجان معدل وفطن داخل القلوب احنا اليوم في اطار مشاركتنا في مهرجان الدولي للرحل في مجال الرمايه بالنبال نظرا لارتباط الرمايه بالنبال بموضوع المهرجان الا وهو مهرجان الرحل، حيث ان هذه الرياضه تعرف معروفه قبل التاريخ في النقوش الصخريه المتعلقه المتواجده بالمنطقه، لذلك ارتئينا ان نقرب هذه الرياضه من الحضور الكريم قصد التعريف بها واعطاء مكانتها اللائقه قصد بروز ان شاء الله هم ابطال دوليين ووطنيين في هذه الرياضه. هذه الرياضه ايضا رياضه اللي هي شريفه واللي تعتمد على المؤهلات سواء الفرديه او الجماعيه، ونتمنى من الله على انه يكون النجاح ويكون التوفيق لجميع الانديه المنضويه تحت لواء هذه العصبه تحت لواء الجامعه الملكيه للرمايه بالنبال وعصبه الصحراء للرمايه بالنبال. جينا شاركنا في هذا المهرجان، مهرجان الدولي للرحل تويزقي، الحقيقة اللي عطى واحد إضافة نوعية للمرأة الصحراوية اللي هي شاركت وعدلت أبار السيق، مثلا كانت تلعب السيق كانت تلعب ياسر كرور كانت تلعب ياسر ركعة الرماية، يعني كهواية وكموصي بها أصلا عدت المرأة الصحراوية تبارك الله دخلت ذا المجال، مجال الرياضي في الرماية بالنبال، وأضفت ووضعت بصمتها في هذا المجال. بالنسبة للتجهيزات هي غالية رخيصة على حسب لاك على حسب القوس على حسب الرمح اللي يعني عنه عنده أثمان، كتطلع إلى تقريبا توصل 6000 درهم 7000 درهم الماتريال، ونتمنى ان شاء الله التشجيع ديال الطفيلات انهم يقبلوا ياسر. كان احنا الداخل الحمد لله تشجيع كاين وكاين تبارك الله اقبال عليها كثير، لانها هي الحقيقه رياضه نبيله وديال التركيز، وما شاء الله يعني عنها رياضه اللي هي تتوج عالميا. وعلموا اولادكم الرمايه تو السباحه تو ركوب الخيل، مرحبا وسهلا ان شاء الله، هذا هو اللي نتمناه ان شاء الله، ولا سيما المراه، لان المراه الحقيقه في مجال الرياضي اعطات ومازالت تعطي ان شاء الله صيغته في هذه الرياضه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الانديه، ونتمنى التوفيق للنساء اللي اختصروا فيها الرمايه بالنبال كرياضه نبيله.